السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذا الفيديو بغيت نشارك معكم ان شاء الله غادي نجمعوا بطاطا، يعني بسطيط معروفه ديال صيد الشهرو، يموت على الشهرو. غادي نجمعوا واحد الكميه منها ان شاء الله كنتسناو البحر يخوى، وفي نفس الوقت راه جايب معايا الغانجو الى بان شي كرافه ولا شي روطاره ان شاء الله، راه غادي نشوفوها جميع ان شاء الله. مرحبا بجامي، سبحان الله العظيم، عوقة هادي بلا صيد، المصيد ديالها تموت على هاد البلاصة. هو خوتي اللي بغى يعرف يعني الرياسة اللي الله بعدين بغى يعرف الطريقة ديال كيفاش كتضرب الطاطا، هاك كيفاش كتضرب الطاطا يعني الصيد. ها هي كتكون محركة، كتكون محركة راه كتكون بعض المرات ما بيناش، كيكون فيها الربيع ما كتبانش، كتضربها في بلاصة بحال كتضربها في بلاصه وكتخلي الجلفه ديالها في بلاصه، كنحيدو بهاد الطريقه هادي، بهاد الطريقه باش كنحيدو، طريقه ساهله ديالها، المهم كنبقاو غاديين بهاد الطريقه هادي. هي راه كتكون موجوده شويه البحر ما خاويش عليها مزيان، حنا راه خدامين عليها على برا تقريبا. البطاطا هذه راه معروفة كيموت على الشرو، يعني الشرو راه ما كيخليهاش. إلا غيضربها بهاد الطريقة يعني حدا صباعو، راه مرات كيكون الشوك ميبانش لك مع الربيع، بهاد الطريقة كنبقى خدامين عليها. وهادي راه كاين اللي كياكلها، راه يعني راه دواء، حتى هي راه دواء، ولكن كانت جديدة من بلاصتها بحال كاين هاديك اللي كيلوحها البحر، هاديك ما خدامة، هاديك تصيد بها الحوت صافي. سهلة الطريقة ديالها ماشي صعيبة بزاف، خصك تحضيها صباعك. المهم اخوتي اللي عجبو هاد الفيديو دير اشتراك للقناة، كما كتشوفو هادي تاهي راه بسطيطة، تاهي بطاطا، ولكن هادي لايحة البحر، يعني هادي قديمة شوية، هادي مغتكونش بحال هادي في، يعني شو هادي كديرة وشو هادي كديرة، هادي حمراء يعني جديدة من بلاصتها، وهادي بيضاء، هادي كتكون حسن من هادي، يعني هادي راه كتصيد بها الحوت، يعني مكيخليهاش الحوت يعني. حية يعني حية. بعض المرات راه كتلقى ريوسه مجموعين، تلقاو مجموعين، بعض المرات كتلقى واحد فرادية بحال هادي، على حسب. المهم اخوتي ان شاء الله نكملو ونوريكم الحصيلة ديال البطاطا شحال، يعني اللي ما عارفش كاين ناس كيبغيو يصيدو وما عارفينش كيفاش يخدمو عليها. انا شحال من مرة كيسولوني، المهم الناس اللي كيسولوني الفيديو درتو خاص ليهم هما. خوتي من جمعنا بطاطا الحصيلة ديالنا، يعني راه كاينة ولكن على حساب الظلمة كدا طيح يعني مغتبقاش تبان لك، يعني حاول نطلع شوية بكري. المهم ها الحصيلة ديالنا، وكاين تا شي كرابات بوزروك يعني مهود غادي تجمع، يعني اللي بانت غتجمعها الله يسخر.
المهم خوتي اللي عجبو هاد الفيديو دير اشتراك للقناة باش يوصلو جديد.